السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داخلين على فترة الشتاء أو فصل الشتاء، ناس كتيرة طبعا بتشتكي من الأنفلونزا الموسمية، وعلشان كده ناس كتير بتسألنا على الصفحة عن موضوع مصل الأنفلونزا. هنلخص مع بعض أغلب المعلومات وأهم المعلومات الخاصة بمصل الأنفلونزا اللي نازل السنة دي يا جماعة، اسمه إنفلوفاك 2017 2018. طبعا كل سنة بينزل مصل على حسب الفيروسات اللي هي موجودة في الوقت ده. المعلومة الأولى، مصل الأنفلونزا يا جماعة هو نوع من أنواع الوقاية بيدعم المناعة وليس ضمان 100% إن هو يحميك من الأنفلونزا، لأن طبعا في أكثر من نوع من الأنفلونزا. زي ما انتم شايفين هو سرنجة جاهزة للاستخدام، بيبقى فيها كلها على بعضها نص ملي، بينفع للحامل، بينفع للمرضع، بينفع للأطفال فوق عمر ست، طيب من فوق عمر 6 شهور لغاية 3 سنوات، يعني قبل ما يكمل ال3 سنين، يعني 36 شهر بالظبط، بياخد ربع ملي. هي طبعا الجرعة يا جماعة زي ما احنا شايفين هي كلها بتبقى نص ملي، فهو النص ملي ده بياخده فوق ال3 سنوات، لكن لو اقل من 3 سنوات، فوق ال6 شهور واقل من 3 سنوات، بياخد نص الجرعة دي. هنلاقي في علامة موجودة هنا يا جماعة زي ما احنا شايفينها، هنبتدي ان احنا نفضي لغاية ما نوصل للعلامة دي، يبقى كده نص الجرعة اللي هي بالظبط ربع ملي، بياخدها في العضل او بياخدها تحت الجلد بعمق. ولو اول مرة الشخص ياخدها بياخد جرعة تانية بعد شهر على الاقل. طيب المعلومة اللي بعد كده كمان، ان هو طبعا يفضل استخدامه للناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها ازمة، الناس اللي عندها امراض قلب وامراض صدر، الناس اللي فوق سن 65 سنة حتى لو زي الفل يفضل جدا ان هم يستخدموه. بيشتغل بعد اسبوعين من اعطائه الى 3 اسابيع، بيحمينا لمدة 6 شهور الى سنة. طيب في معلومة في غاية الاهمية لازم الناس تاخد بالها، ان هو طبعا بيخزن في الثلاجة في درجة، يعني على الرف في الثلاجة، من درجة حرارة 2 ل 8 سلسيوس. دي المعلومة الأولى. لما نيجي نديها يا جماعة لازم إن احنا نطلعها بحيث إن هي توصل لدرجة حرارة الغرفة، يعني نسيبها كده فترة بره الثلاجة بحيث إن توصل لدرجة حرارة الغرفة، وبعد كده نبتدي نرجها قبل ما نستخدمها. دي أغلب المعلومات اللي بنسأل فيها. معلومة برضو نسيت أقولها، اللي هي لو الشخص عنده سخونية يا جماعة، بيأجل استخدام الحقنة دي أو المصل ده لحين ما السخونية تروح من عنده. دي أهم المعلومات الخاصة بموضوع مصل الأنفلونزا. يا ريت كل الناس تعمل شير علشان الناس تستفاد، وتابعونا على صفحة الصيدلية لمزيد من المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.